كنت ألعب وأجت الطيارة ضربتني، انصابوا انصابوا والماتوا ماتوا وأنا تصابت وياهم. أجا أبويا، جت سيارة أسعاف ونقلتني، إجوا داووني. أنا أحب الأستاذ باسل والأستاذ عادل لأنهم يدرسوني وهيك. بشار بنوصفه إنه من الأطفال اللي عانوا من الحرب، وإصابته كانت شديدة وبالغة، عانى من الوجع وألم، وانعزل بالبيت فترة طويلة، وانقطاعه عن التعليم فترة طويلة، والمكان البعيد اللي عم بيجي منه علشان يدرس ويتابع مسيرة التعليم بكل جدارة. أنا بتوقع إنه بشار إنه إذا حدا حضنه ورعاه وقدم له مساعدة، أكيد أكيد بشار رح يكون رجل ناجح ومستقبل ناجح إن شاء الله.